قدم كل من كارول لين وأمبرتو ليون مصممي دار أزياء كينزو مجموعتهما لخريف شتاء 2015-2016. المجموعة مستوحاة من المرأة وعلاقتها بعناصر الطبيعة كالأشجار والغابات، جسدت في قطع حيكت من الصوف والقطن والستان والجكار، إذ يعمل المصممان منذ 4 أعوام على الاستمرارية في استيحاء مجموعتهما من الحياة اليومية للمرأة في جميع مجالاتها. We like this juxtaposition between slightly more protective functional fabrics versus some really kind of almost beautiful couture feminine fabrics. ألوان الطبيعة إلى جانب اللمسة المرحة التي عرفت بها دار كينزو واكبت مجموعة كارول وأمبرتو للخريف والشتاء المقبلين، فشوهد الأسود والأخضر الغامق والعنابي والأزرق الشتوي، كما شوهدت خطوط بيضاء على قطع بعض العارضات. I love the colors, I love the fabrics, I love the coats. I was really into the coats. I love the fact that you saw a pastel color, you know, for fall. It was just really cool. The coats especially, I love it because it's very unisex. I feel like it could appeal to a guy and to a girl. I think that it was very colorful with a lot of beautiful prints. I just want to wear everything now. مجموعة خريفية شتوية واكبتها عدد لا بأس به من الأكسسوارات كالحقائب والقفازات الجلدية وكذلك القبعات الشتوية بألوان مختلفة. ليث بزاري، العربية، باريس.